في حلقة اليوم سنتحدث عن زيارة الرسول بولس للسالونيكي، أعزائي المشاهدين من مدينة تسالونيكي، أريد أن أتحدث عن زيارة بولس الرسول في رحلة التبشيرية الثانية إلى تسالونيكي. هذه المنطقة مهمة جدا في أيام الرسول بولس. رحين نتعرف أكثر على هذه المدينة. أنا موجود في المدينة العليا أو المنطقة العليا للمدينة، تستطيع أن ترى تسالونيكي الحديثة، من وراءها الميناء العظيم في بحر إيجيا. وطبعا إذا كان الطقس جميل ويوم واضح تستطيع أن ترى جبل أوليمبوس، جبل الآلهة بحسب الميثولوجيا اليونانية القديمة. أنا بجانب هذا السور العظيم، السور العظيم له أهمية كبرى اللي بيفصل تسالونيكي القديمة عن الحديثة. أثرات هذا السور مبنية على الأسوار القديمة من أيام الرومان، مبني للحماية. هذا السور له أبراج كثيرة، مما جعلت المدينة محصنة مع الميناء من خلفها، جعلها مدينة قوية ومدينة تجارية أيضا. جاء الرسول بولس من منطقة فيليبي إلى تسالونيكي، مرا في أبولونية أمفوبوليس وأبولونية، يعني مسافة حوالي 170 كيلومتر حتى وصل إلى هذا المكان. وطبعا اللي بميز هذه المدينة أيضا، سنرى بعد قليل قوس مشهور جدا للإمبراطور الروماني جاليريوس. وطبعا رح نذهب إلى منطقة الأجورا، ساحة الميدان العام، حتى نتعرف على المعالم أكثر هناك، الأعمدة والحمامات والمسرح إلى آخره. رح نتكلم من هناك عن المنطقة أو الخلفية التاريخية. لكن تسالونيكي لها أهمية خاصة من ناحية استراتيجية وعزيزة على قلب بولس الرسول، لأنه في هذا المكان أسس كنائس وانتشرت المسيحية شرقا وغربا. أعزيزي سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا موجود بجانب بوابة جاليريوس أو قوس جاليريوس، اللي بتذكرنا بنصرة الإمبراطور الروماني جاليريوس على جيش الفرس. تعد مدينة تسالونيكي ثاني أكبر مدينة في اليونان، حيث يصل تعداد سكانها إلى 1,000,000 نسمة، وهي واحدة من أقدم المدن في أوروبا. أنشئت المدينة حوالي عام 315 قبل الميلاد على يد ملك مقدونيا كاساندر، الذي أطلق عليها اسم زوجته تسالونيكي، شقيقة الإسكندر الأكبر. ومنذ ذلك الحين أصبحت تسالونيكي المدينة الرئيسية في مقدونيا، وكانت تعتبر أهم ميناء تجاري بها. في العصر الروماني زارها بولس الرسول عام 50 ميلادية، حيث بشر بإنجيل يسوع المسيح، وفي وقت لاحق كتب رسالتيه الشهيرتين اللتين خاطب بهما الشعب المسيحي في تسالونيكي. وأيضا في هذه المدينة استشهد الضابط الروماني ديمتري عام 303 ميلادية، وبذلك أصبح قديس هذه المدينة. هناك العديد من الآثار الهامة في تسالونيكي،
لكن أبرزها هي الآثار الباقية من العصر الروماني مثل قوس نصر جاليريوس. لكن شهرة تسالونيكي الحقيقية تنبع من فترة الحكم البيزنطي، حيث كانت المدينة الثانية بعد القسطنطينية نفسها، فكنائسها العديدة المزينة بالفسيفساء الجميلة والصور الحائطية الرائعة تعكس فترات مختلفة من الفن البيزنطي، وما زالت باقية حتى الآن لتزيد من سحر وروعة تلك المدينة. كما لا تزال هناك مساحات كبيرة من أسوار المدينة باقية حتى اليوم، بالإضافة إلى طابية رئيسية معروفة باسم البرج الأبيض. أعزائي من منطقة تسالونيكي، أريد أن أتحدث عن رحلة بولس إلى هذه المنطقة، إلى تسالونيكي. طبعا تسالونيكي في أيام الرسول بولس كانت تعتبر من أشهر بل أعظم مدن اليونان، وبالتحديد أعظم وأكبر مدينة في مكدونية. تعداد سكانها كان يزيد على عن 200,000 شخص. المدينة طبعا شهرتها لأنه تقع على الطريق الرئيسي فيا أغناطيا، أو طريق أغناطيا، اللي الطريق العسكري الروماني الذي كان يربط روما مع كل المقاطعات الشرقية حتى تصل إلى آسيا الصغرى، إلى تركيا. فطبعا كانت تسالونيكي موقع استراتيجي في نفس هذا المكان. وأيضا أهمية أخرى كانت الميناء الرئيسي لكل منطقة مكدونية، الميناء الرئيسي اللي كان يربط الشرق مع الغرب، وبالذات بحر الأدرياتيك اللي كانوا يأخذوا التجارة إلى كل أنحاء الأرض. هذه المدينة كانت مشهورة أيضا لأنها كانت خليط من شعوب وجنسيات كثيرة. كانت اللغة في هذا المكان اللغة اليونانية، لكنها كانت تحت الرومان، فكان طبعا في لغة رومانية لغة يونانية، وخليط شعوب كثيرة ولا سيما من الشرق، وكان مجموعات كثيرة وكبيرة من اليهود لهم مجامع ساكنين في هذه المنطقة. تسالونيكي طبعا شهرتها قديما قبل أيام المسيح. هذه المدينة بنيت سنة 315 قبل الميلاد. كسندر بناها تخليدا وتكريما على اسم زوجته تسالونيكي أو تسالونيكا. تسالونيكي كانت أخت الإسكندر الأكبر أو نصف أخت الإسكندر الأكبر، بنت فيليب المقدوني. بعد موت فيليب المقدوني سمى هذه المدينة على اسم زوجته تسالونيكي. المنطقة أيضا مشهورة تجاريا وسياسيا أيضا. أصبحت هذه المدينة حرة وتمارس لغتها وثقافتها اليونانية في أيام أغسطس قيصر. عين مجمع في هذا المكان وحكام، وحتى سكوا العملة، كانت عملتهم الخاصة العملة اليونانية، ويمارسوا كل أعمالهم في هذا المكان. أنا موجود في مكان مهم للغاية تسمى الأجورا، والأجورا تعتبر هي ساحة الميدان العام، ليس فقط الدكاكين وللمشتريات، فكانت تعتبر الحياة السياسية والحياة الدينية والحياة الاجتماعية والحياة المدنية، كل قضاياهم كانوا يأتون فيها إلى هذا المكان، فكانت المسرح والمركز العام لكل الحديث. فهنا تتلاقى الفلاسفة والعلماء، وهنا تتلاقى الأشخاص الذين يخطبون في الشعب. واضح لما جاء بولس الرسول اختار موقع استراتيجي لكي يتكلم في هذا المكان. نقرأ في أعمال الرسل أنه عندما تكلم في هذه المدينة وجد مقاومة ولا سيما من اليهود، فأخذوا يسون وجروا أمام الحكام، والحكام عادة بيكونوا في هذه المنطقة. الأجورا اليوم اكتشفوا عدة حفريات تستطيع أن ترى أرضية من الفسيفساء، أعمدة كثيرة، حمامات، ومسرح للفن والموسيقى، مسرح صغير. وأنا متأكد إذا واصلوا الحفريات في هذا المكان سوف يكتشفون أمور كثيرة وأعظم عن هذا المكان. أعزائي سأواصل حديثي بعد قليل. أنا أؤمن أن كلمة الله هي كلمة حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين.
فمرا على أمفيبوليس وأبولونيا حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته فجادلهم 3 سبوت مستعيناً بالكتب المقدسة يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح. فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاة رجالاً أشراراً هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما، فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون: هناك ملك آخر اسمه يسوع. فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلاً، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحاً من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. أعزائي، واصل حديثي عن رحلة بولس إلى أهل تسالونيكي في منطقة تسالونيكي. طبعاً هذه الرحلة كانت تعتبر رحلة ناجحة جداً، حتى لو وجد أو واجه مقاومة من اليهود. بولس الرسول كان دائماً يتحرك في مشيئة الله، كان عنده رؤية واضحة وهدف واضح، وكان أي رؤية يخدها من الرب، لكن أيضاً كان يتحرك بطريقة استراتيجية على الطريق الرئيسي فيا إغناطيا، الطريق إغناطيا اللي بيربط المدن الكبرى في بعضها. فوجود بولس في تسالونيكي هذا يعني انتشار المسيحية شرقاً وغرباً، فالموقع مركز استراتيجي في غاية الأهمية. كعادته جاء إلى مجمع اليهود، ابتدأ مع اليهود لأنه عندهم فكرة وخلفية عن الكتاب المقدس، عن العهد القديم، وابتدأ يتكلم عدة سبوت. في بعض المؤمنين اللي آمنوا من اليهود، لكن نجاحه كان أكثر من بين الأمم. لما شافوا اليهود أنه نجاح بولس أكثر مع اليونانيين أو الأمم، ابتدأ حقدهم يشتعل ومقاومتهم تزداد للرسول بولس، فلجأوا إلى حيلة، أو بالأحرى إلى طريقة دنيئة جدا، وقالوا عن بولس وأصدقائه: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة. كلمة فتنوا المسكونة تعني قلبوا العالم الحاضر أو المتحضر في تلك الأيام. هذه التهمة طبعا تهمة خطيرة جدا، ولسيما كما ذكرت إنه هذه المدينة تعتبر مدينة حرة من أيام أغسطس قيصر، مارست نفس الخلفية والعادات والثقافة اليونانية زائد العملة اليونانية، كان عندهن الحكام الخاص. أنا موجود في منطقة الأغورا، منطقة أو ساحة الميدان العام، فكانوا يأتون إلى الأحكام إلى هذا المكان، فكانوا يمارسوا الحكم الذاتي في هذا المكان. فالتهمة خطيرة جدا، فتنوا المسكونة يعني في مؤامرة ضد الرومان أو ضد قيصر، وهذه التهمة أحبائي تسبب طبعا تشويش إلى الحكام، كما يقول الكتاب انزعج
الحكام، لأنه لو وصلت هذه المعلومات إلى روما فرحين يعتبروا أنه تسالونيكي بلد بتحاول تقوم في فتنة أو مؤامرة دينية سياسية، مما سيؤدي طبعاً إلى غضب الرومان. هذه التهمة تشبهنا في أيام المسيح عندما قالوا لبيلاطس إن حررت أو أطلقت المسيح أنت لست محباً لقيصر، فكانوا في نفس الظرف الحرج والوضع الصعب. فطبعاً جاءوا به إلى ياسون، وطبعا كان في انزعاج كبير، والنتيجة انه بولس الرسول انطرد واضطر انه يترك هذه المدينة. لكن ما بيترك بولس الا ما يكون في نجاح باهر في هذا المكان. في تعليق بحب اقوله، هن قالوا الذين فتنوا المسكونة، يعني التهمة كانت عبارة عن مؤامرة دينية سياسية، لكن التهمة بحد ذاتها أصبحت مصدر فخر وانتصار وفرح للمسيحيين. افتخروا أنه بالفعل في أي مكان بيذهبوا بتذهب مع قوة الإنجيل فتتغير حياة الناس. أليس عجباً أحبائي، في كل مكان بولس بيبتدئ في المجمع يجد مقاومة، ثم يلتجئ إلى الأمم فيجد نجاح، فتثار فتنة أو شغب أو اضطهاد أو مقاومة ضد الرسول بولس، ابتداء من فيلبي عندما جاء إلى فيلبي سجن، وعندما جاء إلى تسالونيكي هنا في تسالونيكي قاوموا الكلمة، وعندما ذهب إلى برية طبعا كان أشرف هناك الناس، لأنه فحصوا وفتشوا الكتب اتأكدوا من صحة الكتاب قابلوا الكلمة. في تسالونيكي رفضوا الكلمة، في برية قابلوا الكلمة، وعندما ذهب إلى أثينا ليتكلم مع الفلاسفة اليونانيين استهزأوا بالكلمة. وهكذا أحبائي، في كل مكان في ناس قبلت كلمة الرب يسوع المسيح وفي ناس رفضت كلمة الرب يسوع المسيح. على أي حال بالنسبة لبولس إنه يكون في مركز إرادة الله، هذا هو النجاح الباهر، إنه كلمة الله بتنتشر ولا سيما من المواقع الاستراتيجية حتى من هنا من أثينا. أصر بولس على زيارة كنائس غلاطيا للمرة الثانية، لكن عندما اقترح برنابا أن يأخذ معهما يوحنا مرقس مرة أخرى افترق الرسولين عن بعضهما، وأنضم سيلا إلى بولس وراح يثبت الكنائس التي في سوريا وكيليكيا في طريقهما إلى دربة ولسطة. وفي هذه المنطقة قابل بولس شاب صغير مؤمن يدعى تيميثاوس، والذي انضم بدوره إلى التلاميذ. وبعد أن زار ثلاثتهما الكنيسة التي في بيسيدية بأنطاكيا، مر عبر ميسية حتى وصل إلى الميناء الهام ترواس. وفي ذلك المكان ظهرت لبولس رؤية رأى فيها رجل مكدوني يطلب منه القدوم إليهم. وفي طريقه إلى مكدونية أسس كنائس في مدن فيلبي وتسالونيكي وبيرية. ولم تخلو تلك الرحلة من المشاكل، لأن دائماً ما كان بولس وسيلة يواجهان معارضة من جهة هؤلاء الذين رفضوا الإيمان، حتى أنهما ألقيا في السجن في أحد المرات. وبينما ظل سيلة وتيميثاوس في بيرية لبعض الوقت، اتجه بولس إلى أثينا، وبينما هو منتظر أن ينضم إليه رفقاؤه ألقى بولس عظته الشهيرة موجهاً حديث إلى الإثينيين من فوق هضبة مارس. ومن أثينا عبر بولس إلى كورنثوس، حيث ظل هناك مدة عام ونصف العام، وكان خلال تلك المدة ينشر الإنجيل بين الناس بنجاح كبير. ثم غادر بولس مدينة كورنثوس عن طريق البحر، وتوقف لمدة قصيرة في أفسس خلال رحلة عودته إلى أورشليم وأنطاكيا. أعزائي، من منطقة الأجورا، ساحة الميدان العام في تسالونيكي، هذا الاسم أو الاصطلاح قديم جداً من أيام الرومان واليونان،
الأجورا، الكلمة اليونانية فورم، الكلمة الرومانية اللي هي كانت تعتبر ساحة الميدان العام اللي هي حياة الناس الاجتماعية الدينية المدنية السياسية وطبعا التجارية. أنا موجود في المنطقة التجارية لهذا المكان، مكان كان فيه الدكاكين والمشتريات. طبعا تسالونيكي بلد محبب على قلب بولس الرسول لأنه أحرز انتصارات عظيمة في هذه المدينة. خلال القرن الثاني والثالث انتشرت المسيحية واتسعت إلى كل أنحاء الأرض ولاسيما اليونان، كما ذكرت أن هذا الموقع استراتيجي بسبب البحر والميناء ولأنها تقع على الطريق الرئيسي إغناطيا، فاستطاعت أن تنتشر شرقا وغربا من هذا المكان. هذه الكنيسة أصبحت محببة على قلب بولس، فبولس له علاقة دافئة وجميلة مع هذه المنطقة. كتب إلى أهل تسالونيكي رسالتين وتعتبر رسائل جميلة ورائعة جدا، رسائل تشجيعية لهم. شجعهم في هذه الرسائل أن يزدادوا في الإيمان وأن يزدادوا أيضا في المحبة، يزدادوا في الرجاء، يزدادوا أيضا في حياة المثابرة والاجتهاد والعمل. كان في مشكلة في بعض المناطق هنا في تسالونيكي، آمنوا بمجيء المسيح الفوري وطبعا في كتير ناس بطلت أو تعطلت عن العمل، فبولس الرسول بيكتب كمثال لهم إنه هو لما أجا إلى تسالونيكي هو نفسه اشتغل. طبعا بولس الرسول كان يعمل صانع خيام، بخيط خيام، فعمل في الخيام حتى ابتدأت الكنيسة تتطور ووصلوا دعم حتى يواصل رحلاته التبشيرية إلى مناطق أخرى. لكن أعظم تعليم ومن أجمل التعليم في رسالة تسالونيكي اتحدث بإسهاب وبوضوح وبانتظام عن المجيء الثاني، على المؤمنين أن يكونوا مستعدين لهذا المجيء العظيم، أن المسيح سوف يرجع بمجد عظيم، وعلى كل مؤمن أن يكون مستعد لمجيء مسيح ثانية. لكن شيء طبيعي لما بيتكلم الإنسان بكلمة الله دائما في مقاومة. ليه؟ الشيطان يعمل، وهنا الحرب الروحية. وهكذا كانت رحلات بولس، في أي مكان كان يتكلم كان يعمل كان يلاقي نجاح، لكن يواجه مقاومة واضطهاد. وهذا ما وعد به المسيح، أننا سنجد اضطهاد ومقاومة عندما نعمل، لكن إذا بنعمل في إرادة الله، الله يعطي النجاح ويعطي القوة لاستمرار الكلمة. بعد تسالونيكي ذهب بولس الرسول إلى منطقة ليس بعيدة عن هذا المكان، إلى أهل برية. مكتوب إنه أهل برية كانوا أشرف من الذين في تسالونيكي. ليه؟ لأنه سمعوا الكلمة. أهل برية مش بس سمعوا، قبلوا الكلمة، بل فتشوا وفحصوا، بل دققوا أنه يكتشفوا الآيات والوعود في العهد القديم أنه بالفعل تحدثت عن يسوع المسيح، وهكذا تأكدوا من صحة الكتاب المقدس. قال يسوع: فتشوا الكتب، في الكتب تجد فيها الحياة الأبدية. قال: فتشوا الكتب أيضا لأنها تشهد لي. قال يسوع أيضا: كلامي روح وحياة. إخوتي وأخواتي، عندما تسمع كلمة الله هل تفتح قلبك ليسوع؟ إن كلمة الله إما تفتح قلبك وتكون خصبة لكي تستقبلها، أم تتقصى وترفض هذه الكلمة. أصلي من كل قلبي إنك تقبل كلام يسوع المسيح. أعزائنا، موجود في تسالونيكي أمام أكبر كنيسة في تسالونيكي، البازيليكا، وتعتبر واحدة من أكبر الكنائس في اليونان. هذه الكنيسة مهمة جدا، ولسيما تذكارا وتكريما للقديس ديمتريوس، يعتبر كان واحد من الكارزين والمبشرين في هذه البلدة أو حامي تسالونيكي.
في أيام الإمبراطور جاليريوس سنة 305 ميلادي، أمر إنه هذا القديس يستشهد في هذا المكان، لأنه ديمتريوس كان عنده تلميذ، وهذا التلميذ كان يصارع الجبابرة فانتصر. خافوا أن يكون في فتنة سياسية، ولأنه كان ينشر المسيحية في هذا المكان أمر بأن يستشهد. فسكان تسالونيكي في هذه البلدة تعيد ودائما تأتي لتتذكر هذا الشهيد العظيم اللي استشهد بحياته في سبيل نشر كلمة الله. عزيزي، في تسالونيكي رفضوا بل قاوموا الكلمة، في برية قبلوا الكلمة، في أثينا استهزأوا بالكلمة. وماذا عنك أنت الذي تشاهد هذه الحلقة؟ كل إنسان مطالب عنده مسؤولية إنه لما يسمع الكلمة لازم يتجاوب مع الكلمة. ما في أي عذر لأي إنسان، أنت مدعو لتبحث بل تفحص الكتب وتكتشف. أنا أؤمن إنه كلمة الله هي كلمة حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين. أن ترفض الكلمة من غير ما تسمع، من غير ما تتجاوب، من غير ما تفحص، أنت بلا عذر. من أجل هذا أدعوك لكي تفتش وتفحص بكلمة الله. لربما تحتاج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنك أن تكتب لنا وبكل سرور سنرسل لك نسخة من الكتاب المقدس، أو يمكنك أنك تنزلها عن الموقع. لكن أنا أدعوك أنك تعمل قرار في حياتك، تقبل الكلمة. الكلمة بتعلم أنه يسوع المسيح هو الحي اللي جاء إلى أرضنا، مات على الصليب من أجل خطايانا، قام من بين الأموات لأجل تبريرنا. إن آمنت به تحيا وتحصل على الحياة الأبدية. إلى اللقاء. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن زيارة الرسول بولس لأثينا، لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو